لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا لكن على أسماء محبوباتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد محبوباتك سجدتها سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم وارضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatku alaiha wa biha nubatu intaha Allah minal amin. Inna alladhina amanu wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dan diterima amal Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimasukkan ke surga Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan dijauhkan daripada mabuk insan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال ربكم ادعوني استجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اكثر غايه من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك سميع قريب مجيب الدعوات آمين 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 يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله حاجة منا إلى روح من اجتمعناها هنا بسببه وتلون القرآن العظيم من أجله وأنت الذي على وأهلكم باسمي يا رب العالمين
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله واجعل الجنة مثواه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره عفرة من عفر النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمسائلنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن وافانا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفاتكا لهم من النار وإجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وبداء لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومسائهنا ووالديهم ومسائهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا وسعادات الحاضرين ووالديهم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من طيب القبر والعهود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كاسرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروج مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وثنى إلى ربك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وأمل ونية واعتقاد وما قدرت من قدر فاجعل عاقبته سردا. اللهم أعنا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقادم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم اكتب بنا في تسير كل أسير فإنك تسير كل أسير عليك يسير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هواء الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندمات في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقبل الله منكم